بددوا ظلمة سوريا بنور هتافاتهم الحرة نحو تبديد استبداد طال ليله. هكذا مهد السوريون لمظاهرات يوم جمعة أطفال الحرية وفاء للشهداء الأطفال الذين سقطوا في سبيل الحرية، وتنديدا في نفس الوقت بالنظام الذي ينتزع براءة الأطفال كما لا يستثنيهم من القتل والتعذيب. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. الحرية، إسقاط النظام، فك الحصار عن المدن والقرى المحاصرة، مطالب نادى بها المتظاهرون الذين يواصلون ليلهم بنهارهم كإصرار منهم على تحقيق مطالبهم الحرة، حيث شهدت محافظات اللاذقية ودرع وحماة مظاهرات ليلية حاشدة. هنا أسلوب مبتكر يولد للتعبير عن المطالب الحرة، والمبتكرات هن حرائر سوريا اللواتي اعتصمن في بيوتهن يطالبن بحق شعبهن بالحرية، ويقفن دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، ويرفعن اللافتات مطالبات بالحرية وإسقاط النظام، لتضيف حرائر سوريا طريقة جديدة نحو الحرية. عرين العلوبة بيت حرام، وعرش الشموس حما لا يضام، ربوع الشام ونوج العلا تحاكي السماء بعالي السمر، ربوع الشام ونوج العلا تحاكي السماء بعالي السمر، وأرض لهت بالشموس الرضا، سماء لعمرك أو كالسماء، رفيق الأمان وحق الفؤاد، على عالم ضم شمل البلاد، أما فيه من كل عين سواد، ومن دم كل شهيد مداد.